التمرير لاحظ عن دومينيك دا سيلفا يلقى لنا بيسوما على ترويض خاتا والتغطية موجودة من يوسف لبزيفني على المرافعة أولى وثانية التغطية من شكر البرقاوي يخلو سامة دراجي يده الكوري يلعب مايكل إينرامو على مستوى الرباط يدخل مايكل إينرامو للمنطقة محاولة المرور التوزيع يرجع بالكرة إلى يوسف لمساكني بالرأس أنري بيانفونو ما زالت الكرة للترجي الذي توصل إلى أريسون أفون الظهير الأيمن يعمل مراوغة أريسون أفون مراوغة ثانية يحاول التمهيد أنري بيانفونو يصوب الإزار وهدف أول للترجي 1-0 هدف أول للترجي الذي توصل بعد كرة مخدومة مليح من أسامة الدراجي مايكل إينرامو أنري بيانفونو أريسون أفول يعمل مراوغة أولى وثانية يعاود يرجع كرة ورائية إلى أنري بيانفونو يحط كرة ممتازة يصوب هدف أول للترجي التونسي هذا العرض البطيء وهذه الكرة وهذه المراوغة الأولى لأريسون أفول بأيمن بن عمر والمراوغة الثانية بكريم بن عمر أنري بيانفونو ويصوب الساق اليسرى هدف مقابل صفر مع انطلاقة المباراة حسام أكيد باش يغير برشا معطيات فنية وتكتيكية وكذلك معطيات أخرى في هذه المباراة بالضبط في توقيت 9 دقائق لعب هدف ممتاز هدف معناها على الطريقة الأوروبية يظهر لي هذه الإضافة اللي نستناوها معناها من اللاعبين الأجانب شفنا معناها اللاعب أفول لاعب الظهير أيمن الجديد الترجي الرياضي هذه الإضافة اللي كان ينتظرها الترجي الرياضي على الجهة اليمنى خاصة معناها كان يعتبر معناها ثم نقص عنده في الجهة اليمنى اللي معناها كان جونفي ما كانش عاطي الإضافة يظهر لي من المباراة الأولى نتاعو اللاعب الغاني ذي أثبت جدار